ما مساحة أرجل مفروض الانبساط يا جماعة؟ ده هو الأبعاد 2 و2 و5، نعمل إيه يا جماعة؟ ها؟ عايز تجيب الأبعاد عندك تبقى المساحة مثلا تقول إيه 2 في 2 2 في 2. طيب مساحة الإيه دي القاعدة مثلا الأرضية. طب الجانبين الجنب التاني والجنب ده يا جماعة تضرب 2 في 5 و2 دي كمان في 5 عشان البعد الثالث كمان 2 في 5 يا جماعة. طبعا أنا جبت إيه هنا مثلا الأرضية الجنب اليمين الجنب اليسار وهكذا، اضرب كله في كام في الآخر؟ كله في 2. طب ليه في 2 في الآخر؟ عندي سقفين وعندي جانبين يا جماعة هنا وجانبين هنا، خد بالك أنت كده من الشكل. أنا هتجيب السقف والأرضية دي مرتين، الجنب اليمين والجنب اليسار، الأمام والخلف وهكذا. دي عندك كده 4 وهنا 10 وهنا 10، يعني 20 و24 يا جماعة ضرب 2 يدينا في الآخر كام؟ 48. فهمنا من هنا؟ لو عندك شكل محاسبة اتصالات اضرب كل واحد في التاني، اضرب 2 في 2 مرة و2 في 5 مرة خلاص كده، و2 في 5 مرة اضرب كمان في الآخر، اضرب كله في 2 يعني عندك كل شيء مرتين.